سأعودوا إلى بين قوسين طبعاً من قوسين العميقة. إنه أنا وهنيدة نستطيع أن يعني في هيجيبونا دائماً على برامج تعملوا انقلابات. إحنا نعمل حيوية وفي حيوية طبعاً بقاش. أنا سأعود إلى مؤسسات الدولة العميقة، وإحدى أهم مؤسسات الدولة العميقة هي المستشارة القضائية للحكومة. لماذا هذا الهجوم الكبير العنيف على المستشارة القضائية بهذه الطريقة؟ المستشارة القضائية الحكومية هي اللي بتمثل الموظفين في الدولة. اللي في هون صراع بين المنتخبين والموظفين. المنتخبين مثل ما تفضلت بيقولوا نحن نريد أن نسير أي سياسة نريدها، والموظفين بيقولوا في هناك أسس لا تستطيع تتخذ أي قرار ممكن. من يمثل الموظفين في هذا الشيء اللي بيقول في أسس وفي كيف القرار يجب أن يؤخذ، وفي هناك معايير لاتخاذ القرارات يجب أن القرار يؤخذ بشكل بطيء وليس بسرعة وكذا وكذا، هي المستشار القضائي للحكومة. لذلك الهجوم عليها جذري. إذا سقطت مؤسسة المستشار القضائي الحكومي، إذا بسقوطها يسقط صوت الموظفين أمام الوزارة. يعني اليوم مثلا إذا الوزير دائما لما بده يتخذ قرار في وزارته إجمالا الموظفين المركزيين بيكونوا جزء من النقاش حول هذا القرار، وطبعا هم مساعدين للوزير إنه شو القرارات اللي في السابق اتخذت، وهل هذا القرار اللي هو بيقترحه عملية رايح يكون شرعي، هل يأخذ بالاعتبار جميع الاعتبارات الشرعية اللي يجب أن يأخذها وكذا. وهاي القوة تاعتهم قوة قانونية لأنه القانون بيعطيهم هاي الصلاحية، ومن يمثل هذه القوة هي المستشار القضائي الحكومي، لأنه في كل مكتب وزاري هناك مستشار قضائي للوزارة اللي هو معين برضو من المستشار القضائي للحكومة. يعني هم عمليا أذرع للمستشار القضائي للحكومة. لذلك في هجوم جد عليه، وإذا سقطت هاي المؤسسة بسقط صوت الموظفين عمليا، وبيعطي إمكانية إنه للوزير المنتخب يتخذ أي قرار بدون تقييدات. لذلك كل هاي الأمور مربوطة مع بعض. بلشنا في الحجة أو العلة المعقولية، وتطرقنا إلى مكانة المحكمة العليا، والآن المستشار القضائي. كل هاي الأمور هن عمليا ضوابط لاتخاذ القرارات الإدارية. القرار الإداري يجب أن يؤخذ في بطء، ومين ببطئه؟ دائما الموظفين. الموظف دائما وظيفته يبطئ من سرعة القرار تاع الرجل أو المرأة المنتخبة.